الناس سواسية كأسنان المشط، أو لا فرق لعربي، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى والعمل الصالح. ومن هنا حقيقة الذي يميز عمان أنها لا تعتمد خطاب القوميات، لأن القوميات ذاتها تتناحر. حتى دولتين كبيرتين كانت في العالم العربي يحملان قومية واحدة وكل يدعيها، لكن كل منهما كان ضد الآخر وتناحرتا زمنا طويلا. فهنا الخطاب عندنا، الخطاب الجامع هو الوطن، طبعا مع ملاحظة الإسلام واللغة وغير ذلك من مقومات الهوية التي تميز الشخصية العمانية. شكرا، شكرا لك سعاد الدكتور على هذا التوضيح.